جماد هو بيت. أنا صاحب البناء وأنا الذي أعطي الإشارة، وكل بيت مختلف عن الآخر، فهناك بيت ضعيف وهناك بيت شديد البنيان، وكل شخص يتمنى الانتماء لبيت أو فريق يشعر فيه بالراحة، فريق يحقق النصر ويحافظ عليه وهو ما ينطبق على ميونخ. يجب أن نثبت أنه لا يمكن الاقتراب منا. يبحث المرء عن منزل ينعم فيه بالهدوء والتخلص فيه من كل الهموم. كل إنسان مسؤول عما بناه ومسؤول عن نجاحه وفشله، ولكن حذار عندما تتساقط الحجارة ويدافع عمال البناء عن أنفسهم. كنت قلقا اليوم من أن تنهار بعض الأشياء التي عملنا على بنائها لفترة طويلة. في هذه الحالة تنهار أعمدة البناء وخطط العمل. لذا فإن عملية بناء البيوت غير محبوبة، لأن خطط سير العمل الأساسية وأخلاقيات العمل أحيانا تكون متوائمة مع بعضها البعض وأحيانا لا. كيكوف تسلط الضوء على أندية البوندسليغا. احتفال بينس كيلر الذي بدأ بتدريب فريق شالكي قبل عام بالضبط. لم يمر شهر خلال هذا العام دون أن تثار التكهنات بإعفائه من مهمة التدريب. الأسبوع الماضي كان سيئا بالنسبة له. شالكي في خطر والمدرب أيضا. هل تعتقد أنك ستظل مدربا؟ يقال أنك اتصلت بالمدرب توماس شاف. المدرب كيلر في موقف لا يحسد عليه. هو سحيقة تفصل الواقع عن طموح المدرب. هل بإمكانه إنقاذ الفريق؟ منتقدو كيلر ينتقدونه لغياب الخطط الواضحة أثناء اللعب، وهذا ما تكون عليه الحال في الغالب حقا. ولكن هل كان لدى شالكي في يوم ما خطط واضحة للعب؟ كان شالكي يلعب دون خطط حتى عندما كان بقيادة المدرب القدير هوب ستيفنز، واعتمد على مهارات اللاعبين الفردية أكثر من اعتماد خطط لعب واضحة أو الاستفادة مثلا من أخطاء الخصوم كما هي الحال مع فرايبورغ. الهدف الذي سجله هيفلر خطأ في مرمى فريقه فتح الباب لشالكي لإحراز الفوز. رغم أن الضيوف كانوا أكثر خطورة في المباراة، ولكنهم أخفقوا في إحراز الأهداف. ورغم ذلك لا أحد يتناقش في فرايبورغ عن إقالة المدرب، فهو يشعر بأمان. عكس الحال في شالكي الذي يسود في أوساطه الجدال الذي يجلب عدم الاستقرار واهتمام وسائل إعلام المتواصل بأخطاء المدرب. أتى لي مدرب فرايبورغ كريستيان شتايش قبل بدء المباراة وأخبرني أنه يجد سلوك وسائل الإعلام معي غير معقول، وأنه كان سيقدم استقالته لو كان مكاني، وذلك يعني أن هناك إدراكا لدى زملائي لما أتعرض له. من النادر أن مر مدرب بحالة دفاع عن سجله مثله وهو يحاول أن يصبح أفضل، فهو يعتمد مثلا على لاعبين رعاهم بنفسه مثل ماكس ماير ابن 18 من العمر الذي قال لولا ينس كيلر لما أصبحت في موقعي هذا الآن. كما أن معدل النقاط التي حصل عليها كيلر أفضل من معدل مدربين آخرين مثل ستيفنز ورانكيك. لقد فاز الفريق على فرايبورغ بهدفين مقابل لا شيء. وبعد ذلك كله، فهل من المفروض بعد مرور عام على توليه التدريب أن يتلقى التهنئة على كل يوم يحتفظ فيه بالمنصب؟ لنذهب الآن إلى فريق يجب عليه أن يترك لمدربه وقتا كي يتفرغ لمهمة التدريب. بالنسبة لكل فريق، كل مباراة تمثل مرحلة صغيرة في مشوار البطولة. احتفل نيرنبرغ في هانوفر في الشوط الأول، فقد قدموا أداء قويا وتقدموا بثلاثة أهداف مقابل صفر، إضافة إلى الفرص الضائعة. مشجعو هانوفر صبوا جام غضبهم على فريقهم. المباراة كانت هامة جدا بالنسبة لنيرنبرغ الذي لم يحقق انتصارات منذ 15 مباراة، وقد طالب المدرب فيربيك لاعبيه بالفوز، وبالفعل أحرز لوشيك هدف السبق في الدقيقة 30. ولم يبدو على الفريق أي أثر لاهتزاز الثقة خوفا من الهبوط. عزز نيرنبرغ طموحاته وأحرز الهدف الثاني، وذلك بعدما وصل الفريق أداءه السريع ليسجل دريمش هدفا في الدقيقة 38. لقد شيد نيرنبرغ بناء ولكن دون أسوار حماية.
نحن الآن في الدقيقة 41. كير نيلسون يزيد الفارق إلى 3-0، وهي نتيجة لم يحققها نيرنبرغ حتى الآن طيلة الموسم. صارت خطة المدرب فيربيك على ما يرام حتى هذا الوقت، ولكن لماذا انهار كل شيء في نهاية المباراة والمدرب مصدوم واللاعبون محبطون وهداف الفريق مستاء جدا؟ ما الذي حدث وأين أخطأ؟ اللاعب متسلل بمسافة مترين، يا إلهي اللعنة. هانوفر قلب موازين المباراة بعد الاستراحة وتغير أداء الفريق تماما، وأحرز اللاعب البديل بيتنكوت هدف هانوفر الأول في الدقيقة 60. جاءت تمريرات الهدف وسط حراسة 3 من مدافعي نيرنبرغ، ولكن فريق نيرنبرغ ما زال متقدما بفارق 2. قبل نهاية المباراة ب3 دقائق تخلى الحظ عن نيرنبرغ، إذ أن هذه الكرة لو دخلت المرمى لا ضمين الفوز، ولكن الهجمة تردت على نيرنبرغ ووصلت الكرة إلى ديوف الذي كان في موقف تسلل واضح، ولكن الحكم احتسب الهدف. ولكن ما العمل عندما يسهل الحكم عن احتساب تسلل واضح؟ زمام المباراة أفلت من يد فيربيك، ولكن نيرنبرغ ما زال متقدما بهدف. هاجم هانوفر بجميع لاعبيه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع أملا في إدراك التعادل، وحالف ضيوف الحظ مجددا، فقد اصطدمت الكرة بالحارس وعادت إليه ليسكنها الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل 3 أهداف لكل فريق. خطأ تحكيمي يحرم نيرنبرغ من الفوز. اللاعبون غاضبون ومحبطون الآن، وينبغي إعطائهم الوقت لاستعادة الهدوء، وغدا سيكون يوما صعبا، ولكن بعد ذلك سيحصلون على يوم إجازة. ولكن على الأقل تبقى الروح الرياضية ومحاولة التركيز على الإيجابيات من أجل المباريات القادمة. لو شبهنا الفريق بالمنزل فسيحتاج لمهندس معماري لديه تصور وخطة وأساس من أجل النجاحات التالية، ويجب أن يتم انتقاء خامة اللاعبين بشكل جيد والتوازن الهندسي اللازم، وفي النهاية سيبدو الفريق هكذا أو هكذا أو هكذا. هذا المنزل اللذيذ على سبيل المثال هو فريق أوكسبورغ، إنه يبدو لذيذا ومن يدخله يلتهم بسرعة. احتفل ماركوس فاينتفيلد ضد براونشفايغ بأكبر فوز في تاريخ النادي بالبوندسليغا. لم يكن الفوز بهدف مقابل لا شيء بالهدف الذي سجله باول فهيغ، كما لم يكن بهدفين مقابل لا شيء بعد تسجيل أندري هان، ولا 3 أهداف مقابل لا شيء بعد تسجيل أندري هان مرة أخرى. النتيجة لم تكن أيضا 4-0 بهدف ألتين توب. لقد قلص براونشفايغ الفارق وانتهى اللقاء بفوز أوسبورغ 4-1. من الآن فصاعدا سيكون وضع براونشفايغ سيئا، لأن براونشفايغ سيضطر إلى قضاء الشتاء في هذا الكوخ. ماذا احتاج مدرب هيرتا لبناء منزله الجميل؟ صحيح، مطرقة ومسماران. أتى راموس بالمسمارين، الأول من ضربة جزاء والثاني بحس مرهف، والمطرقة أتى بها روني، طرقة خفيفة لكنها كافية. لقد شارك راموس وروني في 20 من 25 هدفا لفريقهما في البوندسليغا. لم يكن أداء بريمن سلبيا، واستطاع تسجيل 2، أحدهما بتوقيع نيلسون بيترسن والثاني سجله آرون هانت، لكن الهدفين لم يكونا كافيين للمهندس روبين دوت، ويتعين عليه بناء منازل أخرى صغيرة. صاح توماس توخيل: بيتي هو بيتك. وقال لوسيا فافري: نعم للتعادل السلبي الذي لا يؤلم أحدا فيما عدا شخص واحد، لكن التعادل لم يعجب أحدا أيضا، بذلك لن يكتمل بناء المنزل.
في فولسبورغ لا يقتصر الأمر على صناعة سيارات بل بناء منازل أيضا. الفريق حقق الفوز السابع في مباراته التاسعة وذلك ضد شتوتغارت، وكان دعامة الفوز ضربتان حرتان إحداهما عبر رودريغيز والأخرى بتوقيع دييغو. ولدعم أركان البناء أضيف هدف ثالث بتوقيع بيرسي، لكن شتوتغارت سجل أيضا هدفا وحيد بتوقيع تيمو فيرنر. ومع ذلك ظلت الهيمنة في يد فولسبورغ. ليفركوزن عبارة عن منزل يفتقد لأهم شيء، بدون أهداف لا يمكن الفوز. هذا صحيح، وعندما ضاعت طاشة التسديدات مرة بعد أخرى، فرانكفورت يسجل عبر ماركو روس هدف المباراة الوحيد. لا تفقد أعصابك من فضلك، لأننا سنزور الآن مهندسا معماريا آخر يقف حائرا أمام موقع بنائه الضخم. لدي موعد الآن مع مارسيل يانزن الذي يلعب مع فريق هامبورغ منذ 6 أعوام، وكنا أجرينا مقابلة معه قبل 7 أعوام عندما كان يلعب مع غلادباخ. كان نجمه قد سطع حينها وبدأ باللعب ضمن المنتخب الألماني، ولعب لموسم ونصف بعدها مع فريق بايرن. تدرب على يدي 16 مدربا حتى الآن، 9 منهم في هامبورغ. سألته عن فريق يعاني من أزمات عدة بصفته أقدم لاعبي هامبورغ. لم يكن ينبغي على الفريق أن يستبدل المدربين باستمرار، ولكنهم اضطروا للقيام بذلك على ما يبدو. كان هذا وقع الحال في غلادباخ في العام الماضي، وهي ذات الحال في هامبورغ، كما أن بايرن ميونخ غير مدربه بعد مرور سنة ونصف، وهذا تغيير سريع أيضا. يمكن القول أن تلك المهام التدريبية لم تكن مستقرة أثناء مسيرتي الكروية. هل كان تغيير المدربين مفيدا لك كلاعب أم مضرا؟ من الصعب إعطاء إجابة قاطعة. في بداية مسيرتي الكروية كنت بحاجة إلى نوع من الاستقرار والتفاهم مع الكادر التدريبي، وكل هذا سيكون أفضل حال يمكنني أن أحصل عليها، ولكن لا يمكن الحصول على مثل هذه الفرصة في أغلب الفرق. ولكني من جهة أخرى لا أحتاج لكادر تدريبي ثابت باستمرار، ورغم أن مسيرتي الكروية لم تكن مستقرة مع المدربين، فقد تمكنت من الوصول للمنتخب ووصلت اللعب بعد خروجي منه، وذلك بغض النظر عما كان يجري في الفريق في السنوات الأخيرة. وكل ذلك يجعلني أقتنع بأن على اللاعب أن يعتمد على نفسه وليس على المدرب أو على الفريق الذي يلعب فيه. هذا ما علمني إياه أبي بالحقيقة عندما قال لي ذات مرة: لا يمكنك أن تختار مديرك في الحياة العملية. ربما كان أفضل لو أتيح لك أن تحظى بمدرب لمدة طويلة. هذا الأمر صحيح بالنسبة للفرق التي تسعى لتحقيق انتصارات، فبقاء المدرب لفترة قصيرة فقط لا يخدم الفريق ولا يتيح له تطوير قدراته، وهذا ما يمكن أن تلمسه في فريق دورتموند مثلا أو بايرن ميونخ الذي يتبع هذه الاستراتيجية منذ عقود. ومع ذلك هل يمكن القول أن اللاعبين يشعرون أن من مصلحة الفريق على المدى البعيد استبدال المدربين لتطوير قدراتهم؟ يجب علي القول أن هذا الشعور يتلاشى بعد استبدال المدرب باستمرار، لأن المدرب يبقى أحيانا لفترة قصيرة جدا لا تتيح له وضع لمساته على الفريق، ولا يمكن إلقاء مهمة تطوير الفريق على عاتق المدرب فقط، بل يجب أن تتوفر عدة أشياء في الفريق أيضا. فهناك مدربون كانوا جيدين حقا في هامبورغ، وعندما يخفق الفريق فلا يمكن أن نعزو ذلك للمدرب فقط أو بسبب مجموعة من اللاعبين، بل في وجود مشكلة بنيوية في الفريق يجب حلها. قلت ذات مرة إن تبديل المدربين المستمر يشبه تبديل المهندسين المعماريين المسؤولين عن بناء بيت ما. نعم، أعتقد أن كل مدرب وكل لاعب يتمنى أن يتم إرساء بنية قوية وثابتة ومتطورة باستمرار، فلا يمكن لعشرين طباخا أن يطهوا وجبة واحدة كما يقول المثل. يجب إرساء قواعد راسخة وشعور بالمسؤولية تمتد من لاعبي الخط الأول للفريق وصولا إلى الناشئين. كيف يبدو الفريق عندما يتعاقب على تدريبه مدربون كثيرون؟
يمكنني القول إنه سيفقد بريقه وسيولد ذلك شعورا بعدم الرضا لدى المشجعين. فلدى المشجعين شعور داخلي يجعلهم يعرفون إن كانت التغييرات ستجلب النجاح للفريق وتساهم في بنائه وتجعل أسلوب لعبه أفضل أم لا. معنى ذلك أنه عندما تكون بنية الفريق غير مستقرة تقع عندها مسؤولية النجاح على عاتق اللاعب نفسه. التحلي بروح المسؤولية والثبات في مواجهة التغيرات. هكذا هي الحال، أي تحويل الواقع لصالح اللاعب، إذ يجب على اللاعب أن يركز على نفسه قبل الاهتمام بما يجري من حوله. ومثل هذا السلوك موجود في فريق هامبورغ أحيانا، وعندما أسمع أن بايرن ميونخ مثلا يحقق الانتصارات عندها أقول لنفسي إنني أتمنى اللعب ضد بايرن ميونخ. فعندما يقدم اللاعب مستوى فوق المتوسط يكون حصيلة جهوده الفردية فقط، عندها يفكر أن بإمكان فريقها التغلب على بايرن ميونخ ويفوز بالكأس. ولا أفهم لماذا يفكر بعض اللاعبين عندما نذهب لملاقات فريق فولسبورغ مثلا ويفكرون أنهم سيكونون سعداء بالتعادل ويسمحون لمثل هذه الأفكار أن تسيطر عليهم، بينما يجب التفكير بطموح أكبر وهو تحقيق الفوز. مارسيل يانسن ليس الوحيد الذي لا يفهم تواضع طموحات هامبورغ. حالة الرضا هنا بدأت تحيرني شخصيا تماما. فان مارفيغ قاد المنتخب الهولندي ليصبح وصيف بطل العالم. أشعر أن الأمر مرتبط بحالة نفسية يتقبلها الجميع هنا، ولكني لا أستطيع القبول بذلك. بايرن يواجه هامبورغ بعدما تلقت شباك هامبورغ 20 هدفا في آخر 3 مباريات خاضها في ميونخ، فإنه من الجائز أن يرضى لاعب هامبورغ بالهزيمة بفارق ضئيل من الأهداف. هكذا بدأ الأمر على كل حال، فقد أدى فريق هامبورغ دور الضحية من بداية المباراة، وهو دور لم يؤده العديد من ضيوف بايرن الذي لم يكن في أفضل حالاته في هذه المباراة. ولكن فريق بايرن يحقق الانتصار تلو الآخر بغض النظر عن مستواه، وحتى لو تأخر إحراز الهدف إلى نهاية الشوط الأول. رافينيا يمرر الكرة ومانسوكيتش لم يتوانى عن إسكان الكرة في الشباك، مسجلا بذلك هدفه 10 هذا الموسم، هدف مقابل 0 لصالح بايرن، ومدرب هامبورغ يبدي غضبه. شهد الشوط الثاني أجمل أهداف المباراة، والذي يوضح لماذا يرى البعض في هامبورغ أن الهزيمة في ميونخ شيء طبيعي. تياغو وغيتسي يبرزان مهارتهما بينما يكتفي المدافعون بالمشاهدة، أما المدرب فقد ازداد توتره وهو يطالب بتسجيل هذه الأخطاء. ولكن المدرب الهولندي يمكنه عقد الأمال على بعض اللاعبين مثل لاسوغا الذي يبث الحماس دائما في زملائه، وأيضا مارسيل يانسن، أي أنه لو استمر ماريفيك طويلا مع الفريق فعليه شراء لاعبين من هذا الطراز. بدا هامبورغ في الشوط الثاني أكثر خطورة على مرمى بايرن ولكن بلا فائدة، وفي المقابل كاد ريبيري أن يسجل هدفا. قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق انطلق يانسن ومرر الكرة إلى لاسوغا، وهكذا تقلص الفارق لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف. وهكذا يكون حال المرء الذي يريد بكل إصرار إدراك التعادل، وهكذا يجب أن يكون جميع لاعبي الفريق. ولكن بدلا من إدراك التعادل يسجل بايرن هدفا آخر. شاكيري يسدد في المرمى لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. موني هامبورغ من قبل بهزائم أثقل من ذلك في ميونخ، ولكن الأمر كان مختلفا الآن بالنسبة للمدرب. بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد ولاحت لنا العديد من الفرص التي كانت كافية للخروج بنقطة من المباراة، وكان يتعين انتهاز هذه الفرص. على لاعبي هامبورغ أن يدركوا أن مدربا مرموقا مثل بيت فان ماريفيك لن يرضى بالروح الانهزامية لدى الفريق. نصف لاعبي دورتموند الأساسيين مصابون، والمدرب كلوب يعمل منذ أسابيع على تأهيل البديل المناسب.
في هوفنهايم قام بإشراج ميتش لانجيراك بدلا من الحارس المجهد فايدن فيلر، واستبدل خط الدفاع بأكمله تقريبا، حيث خاض ماريان زار ابن 18 مباراته الأولى في البوندسليغا كقلب للدفاع، وإلى جانبه مانويل فريدريش الأكبر منه ب16 عاما والظهير الأيسر دورم. وإلى جانب التغييرات الاضطرارية كانت هناك تغييرات إرادية، حيث قام بإراحة مختريان وغروس كرويتس المجهدين من مباريات الأسابيع الماضية. إصابات اللاعبين الأساسيين أضرت بهيكلية دورتموند واستقرار الأداء فيه، وهذا بدا واضحا في طريقة لعب نجوم الفريق كماركو رويس الذي حرم من هذا الهدف بسبب التسلل، ترك انطباعا غريبا في هوفنهايم. نال البطاقة الصفراء مبكرا، وبعدها شكر حكم التماس بهذه الطريقة. لكن المشهد التالي كان الأبرز، هجمة لدورتموند ورويس يفشل في التسجيل. ربما كان متوترا أو مترددا بعض شيء، ولكنه لم يكن في مستواه المعهود. ومن ثم أتى دور الخصم، هوفنهايم يلعب على الدوام بقوة أمام دورتموند. سفين شيبلوك وهدف التقدم في الدقيقة 17. كلوب يلتزم الصمت، وهوفنهايم يقدم مباراة جميلة ويلعب بخطة مدروسة كما لم يفعل منذ سنوات. وعندما يكون دفاع الخصم مثل دفاع دورتموند الحالي يستغلون الثغرات، كيفن فولاند يسجل هدف هوفنهايم الثاني في الدقيقة 37. لكن فريق دورتموند لا يقبل الهزيمة بسهولة، وهو معروف بمعنوياته العالية وأسلوب لعبه الجماعي الذي يساعده في الأوقات الصعبة. دورتموند يعود إلى المباراة ولو مع بعض الحظ وبمساعدة من الخصم. الشوط الثاني سيطر دورتموند على المباراة، لوكاس بيشيتسك يسجل هدف التعادل لدورتموند، ويبدو أن تغييرات المدرب تعطي ثمارها. لكن دورتموند يعاني أيضا من مشكلة إهدار الفرص. منذ بداية الموسم خسر نقاط ثمينة بسبب عدم ترجمة الفرص إلى أهداف، ولذا اكتفى بالتعادل في هوفنهايم، وهذا يمكن أن يكون مفرحا ومثيرا للغضب أيضا. استطعنا تعديل النتيجة وتعويض فارق الهدفين، وهذا أمر جيد، ولكن عندما تنظر بعد المباراة إلى هذا العدد الكبير من الفرص الضائعة تعلم أنه كان بوسعك الفوز. من الصعب حل المشاكل مع غياب نصف أفراد الفريق حتى لو كان المدرب ممتازا. إليكم نتائج الأسبوع 16. المفاجأة الوحيدة ربما هي فوز فرانكفورت على صاحب المركز الثاني ليفركوزن، رغم أن هذا لم يؤثر على ترتيبه في الدوري. أما الشخص الذي توقع هذه النتيجة فهو رجل يسكن في الطرف الآخر من العالم. غريغ سويرتس من سيدني في أستراليا هو الفائز في حلقة اليوم. حسناً غريغ فاز في لعبة توقع نتائج المباريات، وأنتم أيضاً يمكنكم المشاركة والفوز. الجائزة عبارة عن رحلة لحضور مباراة افتتاح دوري الموسم القادم، أما الفائز في مسابقة دوري أبطال أوروبا فسيحصل على تذكرة لحضور إحدى مباريات الفرق الألمانية المشاركة في البطولة. شاركوا في توقع النتائج على موقعنا الإلكتروني. مسابقة التوقعات يدعمها الاتحاد الألماني لكرة القدم.
والآن إلى قائمة ترتيب فرق البوندسليغا. بايرن ميونخ يتصدر بفارق مريح من النقاط عن ليفركوزن صاحب المركز الثاني ودورتموند صاحب المركز الثالث الذي يتربص به مونشنغلادباخ. أوكسبورغ يحتل المركز الثامن بعدما نجا من الهبوط في الموسم الماضي. أما فرق القاع الثلاثة فتعاني من دوامة الهبوط التي قد تنتهي بهم إلى دور الدرجة الثانية. فرايبورغ، نيرنبرغ، براونشفايغ، إنها فرق تبحث عن طوق النجاة وربما عليها الاستمتاع قدر المستطاع باللعب في دور الأضواء.